أمريض أنت؟ نعم، أشعر بآلام شديدة في بطنه. تحب تأكل؟ لا شكرا، لكن أحب أشرب حاجة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل إنما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا المريض أن يسقيه عسلا. أيوة، وهل شفي؟ نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. العسل، سبحان الله. نعم العسل، قال تعالى فيه شفاء للناس. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. جيد جدا، توجد محلة كثيرة للبيع العسل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شكرا يا أوتي. طيب شفاك الله يا أوتي.